بضع عشرات من السنين كان قبلها من يملك كفاف بيته يصنف من الأغنياء، فإن توفر طعامك وطعام أولادك من خضروات وفاكهة وخبز ولحوم وبيض وحليب في زمن كانت التجارة فيه تبادل فأنت بالطبع غني. إحميد صاحب مزرعة ورثها عن والده، يحب أن يروي ماضيها قبل أن تقسم بين الورثة. هاي موروثة، وهذه لها ماضي قديم. فأيام سعيد بن حمد الله يرحمه حاكم كلبة، كان معروفة سموه مزرعة عيال حمدان بن حمد، وكانت هذه وراثة، يعني أبوي خلف علينا إحنا، وأبو وجدي خلفنا على أبوه، وهكذا يعني وراثة تسلسلي، مش الآن إحنا جبناها من جديد، لا هاي قديمة لها تاريخ قديم يعني معروفة. وكانت المزروعة زراعة من أول مزروعة، كان مزروعة فيها الهنبة واللومي والزيتون، وكان يزرعوا فيها أول، لأن يعتبر صاحب المزرعة كان عندنا في الزمن الماضي اللي عنده مزرعة يعتبر رجل مش فقير، كان ميسور الحال، لأنه فيه يعتبر غذاء متكامل عنده، يزرع فيها زي ما قلت، والثاني اللي هو مواد الأكل يزرعوا فيها كان القمح، يصنعوا منه الخبز والذرة، يصنعوا كذلك الخبز والدخن، يصنعوا منه بعد حق الأكل والفندال والبصل. فكان صاحب المزرعة يعتبر ليس رجل بفقير. في سنوات الثمانينيات بدأ التغير المناخي الذي شمل أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة. شحت الأمطار شيئا فشيئا، وزادت الملوحة في الآبار، اندثرت الأرض وتلفت المزروعات وماتت، إلى أن قرر حميد وأبناء عمومته أن يجدوا حلا، فاجتمعوا على كلمة واحدة وأرض واحدة. نعم قسمها الميراث، لكن لم تقسمها الأسوار. في الثمانينات عدم نزول الأمطار وشحته وعدم جريان الأودية، وتبدل الحال، تبدل الماء، تبدلت أحوال المزارع من ماء حلو إلى ماء مالح. وكذلك بشكل ما معروف عن المزارع والزراعة إنها ما تعيش إلا على المياه الحلوة، خاصة مثل الهنبة، اللومي، الزيتون، جميع المواد هذه أو الحمضيات أو الفواكه ما تعيش إلا على المياه الحلوة. وربنا يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي، ولكن بعد ما اندثرت وأنا كنت أعمل في الحكومة، وبعد ما تقاعدت صار عندي وقت فراغ، ففكرت أني لابد أنا أحيي هذه المزرعة، لأن أهالينا وجدودنا زرعوها، إحنا هم استفادوا، وكذلك إحنا أكلنا، وكذلك الصديق أكل منها، وكذلك استفاد منها الطيور تأكل وتستقر. فلابد إحنا نعيد ماضي هذه الأرض، لأنه حاجتين تعلمناها من رئيس الدولة ومن خبرته، أنه الماء الحلو والتربة تعيد كل حاجة. ففكرت أنا وعمي والأهل، قلت تعالوا ما نترك هاي المزرعة مهجورة، وهذا شيء بسيط، وإحنا الحمد لله نملك المال. فقررنا أنه قال شو الفكرة، قلنا إحنا نسوي تحليه. تحلية المياه كانت قرارهم. بالبداية جربوا استخدام محطة تحلية صغيرة، لكنها لم تقوى على معالجة الملوحة الزائدة، فاستبدلوها بأخرى أكبر، واستثمروا مالهم لإحياء الأرض بعد موتها. لأن نسبة الملوحة عندنا 45 الملوحة الزيادة فيه. فجبنا الماكينة، جابها لنا شخص وركبها، ثم احنا علمنا كيف نشغلها، ثم احنا جبنا واحد البيدار اللي يشتغل عندنا، لان انا رجل ما متفرغ ليها هذه، ما اجي الاحظها. فعلمنا البيدار كيف احنا نقوم بصيانته، لان كل شيء يباله صيانه، وكل ما صنته واهتميت فيه يعمر وينتج. فتعلمنا. فهذه الماكينه تحتاج قال الى عده حاجات، اول شيء كيميكال عشان تحط فيها كيميكال، وفلترات، وتعطيها اوتومات، تعطيها راحه عشان تعيد اشتغالها مرة ثانية جديد. والحمد لله رب العالمين أنتجت، تنتج الآن 20,000 قالون يوميا،
والحمد لله زرعنا عليها واستفدنا منها والحمد لله رب العالمين. والآن يعني زي ما قال الإنسان إذا ما خسر ما استفاد. هو استثمار من نوع آخر لا هدف للربح المادي فيه، استثمار بهدف مردود معنوي. فالأرض عند حميد صارت المتنفسة وإشغال الوقت بعد التقاعد وسنوات الوظيفة. زرع الورد عند استراحته ليضيف لمسة من السرور ويظلل بظله باقي المزروعات الصغيرة. هذه الشجرة ليست شجرة مثمرة، إنما هذه منظر وردة، فأنا شفتها مزروعة في الشارع وجميلة وحبيتها، فزرعتها لهدفين. أول شيء تعطي منظر ورود، وبعدين تعطي ظلة، وبعدين أنا جي أوقات أجلس هنا فأستمتع بالخضرة وأستمتع بالورود هذه وأريح شوية بالي، والحمد لله رب العالمين. الفواكه حاضرة في مزرعة حميد، تقلب المواسم كل حسب موسمه، فيتوفر منها ما لذ وطاب طوال العام. زرع السدر أو النبق واختار منه نوعا مستورد ذا ثمر أكبر يفوق التفاح في حلاوته ومنظره، وزرع الموز فأثمر مرارا، تنبت الشجرة فتنجب عنقودا ترعاه حتى ينضج ثم تموت لتلد أخرى وهكذا. زرع المانجا بأنواعها وركب على الجذوع القوية الأصيلة أنواعا أخرى تثمر أكثر من مرة خلال نفس العام. هذا كله صار لي يمكن 3 سنوات 4 سنوات، ولكن الزراعة زي أي حاجة، زي إنسان زي أي شيء، عندما تعتني به يكبر ويعطيك فائدة. هذه كلها بسيطة 3 سنوات، لكن احنا اعتنينا فيها، جبنا وفرنا لها الماء الحلو، وفرنا لها الأسمدة، ودائما ننكل الأرض عن الدود وعن الأمراض هاي ونسمها، وكل حاجة تهتم فيه بيكبر وبيتقوى، كل شيء بتهمله بيضعف وبينتهي. والحمد لله عندي في شيء، عندي مانجا ثامر، وعندي لوز ما شاء الله ثامر، وعندي موز ثامر، والحمد لله رب العالمين. ولكن والنخل بعد ما طلع، ولكن هذه الأشياء وجودة الحمد لله، شيء منها ثامر وشيء منها بعد ما ثمر، لأنه المواسم مختلفة. حتى اللوم الآن شيء الحين بدأ يثمر، لأنه مش كله يثمر في وقت واحد. كان الأهالي قديماً يقسمون المواسم الزراعية بتقويم يخصهم، يعدون أيامه ليعلموا موعد زراعة كل صنف. مزارعون عشاق للأرض لا يتأخرون عليها بموعد البذر، فهم يعلمون أن ما يزرع في غير موسمه لا يأتي أكله. هذا إحنا الدر هذا تعلمنا من آبانا وأجدادنا والناس الكبار السن، لأنه كل حاجة تبى تزرعها تعمل متى موسم للزراعة. الدر يسموه موسم للوقت للزراعة. حتى البحر عندهم درور، يقول لك الآن ما يقدر يسافر، ليش؟ في هذا الشهر هذا بيكون بيدخل الدر الفلاني، بيكون خب البحر بيكون هايج، فلازم يكون يبندر. فكذلك الدرور هاي تعتبر، الدر يعتبر 10 يوم، كل 10 يوم يسموه در، كل 10 يوم يسموه در. الآن إحنا دخل علينا بمعنى هنا في منطقة كلبة يحسب يقول لك دخل 80، در 80 الآن، در 80 والتسعين والمية والعشر، حسب ما تعلمنا من أبانا وأجدادنا يقول لك الآن خلاص انتهى الشتاء دخل الصيف، لأن الصيف الشتاء يدخل بالعشر ويخرج بالعشر. فالآن يقول لك العشر خلاص، بعد الحين عندنا هاي 80 والتسعين والمية والعشر، خلاص بيستوي صيف بينتهي الشتاء، فتبتدي عادة النخيل والأشجار تثمر اللومي. بعدين حتى كل شيء لدر يستخدمون الأولين عشان الزراعة، لأنه الفندال مثلا كان يزرعوا الفندال، الفندال ما يزرعوا في أي موسم، تعالوا تزرع الحين فندال ما بيثمر خلاص انتهى موسمه. البصل عشان الزراعة، البصل تزرعه لازم في موسم، يقول الحين 70 زراعة البصل على سبيل المثال، فإذا أنت تزرعه في 90 خلاص انتهى، لأن وقت ما وقته